السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم متابعين كرام تبعي قناه من اخر خلاص معكم محمد نور الدين. ترتيب مجموعة العراق وعمان وقطر والبحرين المجموعة ايه في طبعا بطولة كأس العرب بعد انتهاء الجولة الأولى بالنسبة لهم اليوم الثلاثاء 30/11/2021. اليوم العراق تعادلت أمام عمان واحد 1 أحرز هدف العراق من ضرب الجزاء حسن سيد سياد صياد في الدقيقة 98. اما هدف عمان جه في الدقيقه 78 عن طريق اللاعب صلاح اليحيائي من ضربه جزاء ايضا اما منتخب قطر ففاز على منتخب البحرين 1-0 وسجل الهدف سجل هدف قطر عبد العزيز حاتم محمد عبد الله من ضربه جزاء وهدف العراق سجله حسن عبد الكريم جبار من ضربه جزاء في الدقيقه 97 أه هدف عبد العزيز حاتم في الدقيقه 69 مش من ضربه جزاء خلينا نتعرف على ترتيب المجموعه الاولى بعد انتهاء الجوله الاولى ترتيب المجموعة في كأس العرب قطر في المركز الأول بثلاث نقاط عمان في المركز الثاني بنقطة العراق المركز الثاني بنقطة والبحرين المركز الرابع الأخير بدون نقاط اشترك في القناة فعل زر الجرس اعمل لايك الفيديو كان معكم محمد نور الدين نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته